اسم رواد سباحات، عمري 16 سنة، قضيت 28 يوم في العزل الانفرادي. بدعوكم تسمعوا قصتي. أنا بعيش في قرية رماني غرب جنين، واللي صار معي يعني ولا بعمره توقعت إنه يصير. فتت على الزنزانة، يعني ضوها عالي عالي كثير، يعني صغيرة، فيها محل زي حفرة عشان تقضي حاجتك فيها بنفس الغرفة، ملان يعني صراصير وشغلات يعني بتقدرش تستحملها، محطوطة فيها فرشة بدون مخدة، محطوط فيها زي حرام وسخ انت بتعمله بيدك عشان يصير مخدة. بجيب لي دجاجة عليها ريش، مع كورونا خربان كان هالشهر مسكع ابصر كيف. فامرار كانوا يجيبوا تفاحة كنت اكلها، بس في هذا اول 14 يوم ما اكلتش ولا اشي. يعني بقى في حنفية في الزنزان، هاي الحنفية بقت تفتح تقريبا يعني اول ما يشوفوك نايم كانوا يفتحوها، بس تفتح تعبي الارض مي وتعبي الفرشة مي، بخيت اقيم الفرشة واحاول اقيم المي على الارض والفرشة بداي. تقريبا قعدت 11 يوم وانا مريض، اقوله بدي دكتور، كل فش اليوم دكتور، فش عيد في عنا عيد، فش اليوم دكتور، يعني انا تعبان بقوله طيب نجيب لي حال. يعني كد ما تعبت بقيت في زنزانة فيها كاميرات، صرت اوكل اي شيء اخذ محرم، حطيت شامبو بتمي اكلت عشان طلعني، لو ساعة واحدة اطلع من الزنزانة اروح على المستشفى، تعمل اي شيء بس تطلع من الزنزانة، لو دقيقة لو ساعة بس تطلع من الزنزانة كنت ضربت بقى في طلع من هاي حفة زي الحفيد الماي، فضربت اجري فيها بكل ايدا بتضلك تصيح، بتضلك تعمل بحالك هيك بانكلك على زنزانة اطر من هيك، ومسك ايدي كلفش اللي وراه وكلفش جري طرماني بالزنزانة يوم كامل. بقيت اطلع تقريبا مرتين في اليوم تحقيق، بقيت بدت التحقيق تقريبا اقل اشي ساعتين، اقعد في التحقيق وانا مربط ربط ايدي وجري في الكوفي كرسي مربطة في الارض، يقعد معي المحقق يعني يقعد يقول لي انه انت بخليك هون من الزنزانة بخليك يعني مئات الايام. فيعني اخذوني شهرين تحقيق وتعذيب وطلعت في براءة لانه انا ما لي دخل، يعني راحن شهرين من حياتي وانا ما ليش دخل فيهن، ليش يعني روحن هدول الشهرين من حياتي بتعذيب ويعني ليش يعني شو عامل مش عامل شيء ليش اخذوني، يعني طفل باول حياتي بعدني. اول يوم نمتو نمت بالدار يعني بكنت اصحى انزل على الساحه بفجر حالي، فجر حالي بالسجن اصحى انزل على الساحه.